عمي فرج، السلام عليكم. بخير نعم، هذا هو هي الحال. شحال تختي تمارست تخنن من الخدمة تخف في الكريسة؟ متى الخفتان؟ مدد وقتان يرومين زي رومين. كانت غرش البايم أم شحال البايم هاد غرشي كان؟ كانت غرش أربعة. أربعة البايم وتخيط دي جران. شرا دي يسان. شرا دي يسان. إيوا. إيوا صافي. هي النقطة. زي 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 متى الوقت اللي عقلتي لي خنا؟ نيشان برمشوني لا غوري ودغيت لا غوري تسريح نسين. تسريح نورومين بأنه استخدمت الكريسة. هذه الكريسة كيني برمشين. متى ورياسنا غنتا ماشي؟ كنت برمشين هذا شتي. لا 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 هي. وشعوا عليك. هاي الله سيدنا. هذه ربي يستر. الله يرد. زيد. إنها ما بين المهن الحرة التي يمارسها الإنسان القروي البدوي بقرية تنفيت، يحمل عليها بعض الأثقال وكذلك يستعين بها على العيش المرير في هذه الرقعة الجبلية بالأطلس الكبير الشرقي. إنها العاصمة القديمة لتنفيت، تنفيت التي كانت عاصمة للاستعمار أيام 31 ما بين 1932 و 55، وها نحن الآن نجاورها ونستقصي فيها الحالة المزرية التي يعيش فيها هؤلاء الناس قرب تعاونية الفحامين أو المعسكر للمياه والغابات.